Hello everyone, حبايب قلبي grade 4, let's continue connect plus first term. النهارده يا شباب هنبدأ unit 2 plants and animals. Plants and animals. Plants and animals, النباتات والحيوانات. هنبدأ lesson 1, درس جميل جدا. هنتكلم عن الفقاريات أو vertebrates. vertebrates. يلا ننطقها مع بعض. vertebrates. ممكن الار دي تاكلها خالص كده تقول vertebrates 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 اللي هي الفقريات، الحاجات اللي ليها باك بون، عمود فقري. تعال ناخد الفوكاب. قلنا الفقريات بتاعتنا دي اسمها ايه؟ vertebrates vertebrates. جميل. fins فينز اللي هي الزعانف. فينز. فر اليو ار بضم بقي فيها كده اقول فر فر. جميل. هنا the fox has fur. The fox has thick fur. gills gills. fish have gills to breathe. عندهم خياشيم علشان يتنفسوا منها. scales 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 اللي هي الحراشف اللي بتبقى موجودة على البرمائيات أو الأمفيبيانز أو دي اسمها scales. beak beak المنقار. the bird has a beak. هناخد بقى شباب عندنا الثدييات اسمها mammals 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 اللي هي الثدييات. نقولها تاني mammals. amphibians ال pH هننطقها ف ونقول البرمائيات اسمها amphibians amphibians. birds اضم بقي في ال IR واقول birds birds. toads احنا عارفين frog الضفدع وبرضو toad اللي هو ضفدع الطين. toads. fish fish مفرد a fish وجمع fish. المفرد a fish والجمع بتاعها fish. ما بنقولش في الجمع fishes، لا الجمع اسمه fish. whales whales الحيتان. whales h silent بعد ال w. whales. warm blooded warm blooded warm blooded cold blooded cold blooded. كلمة warm blooded اللي هم ذوات الدم الحار و cold blooded ذوات الدم البارد، وهنفهمها في الدرس يعني ايه بالظبط. seal seal. turtles turtles. bat الخفاش. الوحيد اللي من الثدييات بيطير هو الخفاش. bat. ostrich ostrich النعامة. smooth skin. كلمة smooth يعني ناعم. smooth smooth skin. except except يعني ما عدا. مثلا we go to school every day except Friday and Saturday. بنروح المدرسة كل يوم ما عدا الجمعة والسبت. in addition in addition in addition يعني بالإضافة إلى ذلك. الزواحف reptiles reptiles. backbone backbone اللي هو العمود الفقري. different different. moist moist يعني رطب في رطوبة ومية. moist. survive sir اليو ار نضم بقنا فيها كده نقول survive survive. habitat habitat. river river river. salt water salt water. salt water اللي هي الماء المالح، وكلمة واحدة ما نقولش salt لوحدها water لوحدها. salt water.
wetland 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 اللي هي الأراضي الرطبة. fresh water fresh water land shapes feathers feathers wing humans humans اللي هم البشر. نشوف الverbs الأفعال بتاعتنا. عندي live lived need needed breathe breathe discover discovered move moved feed fed give gave lay laid fly flew spend spent. جميل قوي. ناخد important expressions and prepositions. feed with feed with give birth to يعني مثلا mammals give birth to their babies بيولدوا الثدييات بتلد. live on made of such as taken keep warm come on to land come on to land. تعالوا بقى ناخد الريدنج بتاعنا. اول حاجه هنتكلم عنها واهم حاجه اللي هي vertebrates او الثدييات. vertebrates vertebrates are animals with a backbone. دي الحيوانات اللي عندها عمود فقري. يبقى what are mammals what are vertebrates what are vertebrates ايه الفقريات. they are animals with a backbone they are animals with a backbone حيوانات عندها عمود فقري. there are five different types of vertebrates عندنا خمس انواع مختلفه من vertebrates هندرسهم كلهم. the first type أول نوع is mammals mammals اللي هي الثدييات mammals. ولازم أعرف معلومات عن كل type أو كل نوع من الfive types دول علشان أقدر أكتب عنه paragraph كويس. mammals have hair or fur on their bodies. الثدييات بيبقى على أجسامها شعر أو فرو. يبقى أول quality أو أول ميزة أو صفة في الميملز الثدييات إن عندهم إيه؟ they have hair or fur on their bodies. تاني حاجة they are warm blooded. they are warm blooded يعني إيه warm blooded؟ يعني إيه من ذوات الدم الحار؟ يعني بيحتاجوا يروحوا عند الشمس. تمام؟ دول مش بيحتاجوا يروحوا عند الشمس عشان يستمدوا منها الضوء والحرارة ويفضل جسمهم دافي. دول مش محتاجينه. لكن عكسهم مين؟ cold blooded يعني من ذوات الدم البارد. cold blooded اللي من ذوات الدم البارد دول بيحتاجوا يروحوا عند منطقة فيها شمس علشان تحافظ لهم على الدفء بتاع جسمهم. يبقى أنا عندي حاجتين warm blooded و cold blooded. warm blooded قلنا دي من ذوات الدم الحار مش محتاجة الشمس عشان تاخد منها حرارة دفء جسمها. لكن cold blooded قلنا دول بيحتاجوا الشمس علشان يروحوا يمتصوا منها حرارة ودفء جسمهم. ميزة من ميزات الميملز الثدييات تاني they feed their babies with milk بيرضعوا أطفالهم باللبن. and most of them give birth to their babies ومعظم الثدييات بتلد. they don't lay eggs مش بيضعوا البيض دول بيلدوا. humans are mammals البشر من الثدييات. most mammals live on land معظم الثدييات بتعيش على الأرض اليابسة. but some live in the sea لكن بعضهم بيعيش في البحر such as whales and seals زي الحيتان وسيلز اللي هي الايه الفقمة أو كلب البحر يعني عجل البحر. تمام؟ قلنا دول من الثدييات بس دول مش بيعيشوا on land they live in water in the sea. bats are the only mammals that can fly.
الخفافيش هي الحيوانات الوحيدة، هي الثدييات الوحيدة اللي بتطير. يبقى نقدر نقول ايه عن bats؟ bats are the only mammals that can fly. يبقى احنا عرفنا عن mammals معلومات كتيرة. Number one، مرة تانية نراجعهم كده. Mammals have hair or fur on their bodies. عندهم شعر او فرو على اجسامهم. الميزة التانية، they are warm blooded. هم من ذوات الدم الحار. بيلدوا وبيطعموا اطفالهم باللبن. They feed their babies with milk and most of them give birth to their babies. They don't lay eggs. مش بيبيدوا. Humans are mammals. أمثلة بقى للثدييات. مين من الثدييات؟ Humans. البشر يميدوا. Most mammals live on land. بيقول لي بيعيشوا فين بقى؟ معظمهم بيعيش على اليابس. But some live in the sea, such as whales and seals. ومعلومة مهمة في الآخر، بيقول لي إن bats are the only mammals that can fly. دي هي الحيوان الثدييات الوحيدة اللي بتطير. The second type، النوع الثاني من vertebrates، من الفقاريات، هم reptiles. Reptiles دول اللي هم الزواحف زي snake, crocodile. Reptiles are cold-blooded، مع ان الكروكودايل من الامفيبيانز عشان بيعيش في المية وبره المية. Reptiles are cold-blooded. الزواحف من ذوات الدم البارد. معناه ايه من ذوات الدم البارد؟ قلنا this means that they have to spend time in the sun to keep warm. لازم يقضوا وقت في الشمس عشان يحافظوا على دفئهم. هم دول الكولد بلادد اللي عندهم من ذوات الدم البارد. دول يا سمسمه لازم يقضوا ايه؟ وقت في الشمس. to stay warm to keep warm، عشان يفضلوا متدفيين. most reptiles have four legs. معظم الزواحف عندهم اربع ارجل. except snakes، ما عدا التعابين. who don't have any ما عندهمش ارجل خالص. They don't have hair or fur. ما عندهمش ولا شعر ولا فرو. They have ايه بقى؟ They have scales. جسمهم بيغطى بالقشور او الحراشف. They have scales. In addition، بالاضافة الى ذلك، all reptiles lay eggs. بيضعوا البيض مش بيلدوا. Most reptiles live on land. معظمهم بيعيش على اليابسة. Some can live in rivers or the sea. بعضهم بيعيش في الأنهار أو البحار. such as turtles. من الريبتايلز turtles اللي هي السلاحف. but they come on to land to lay their eggs. هم صحيح بيعيشوا في المية بس بيطلعوا على اليابسة عشان يضعوا البيض بتاعهم. يبقى أول نوع أو first type أخدناه كان مين؟ mammals، الثدييات، وقلنا عنهم بعض المعلومات. تاني نوع، the second type، كان reptiles اللي هو الزواحف. وقلنا أول لازم نقسم شوية حاجات كده. أول حاجة نشوفهم اللي هنتكلم عنهم دول cold blooded ولا warm blooded. طب احنا خدنا mammals، كانت ايه mammals؟ كانت warm blooded، وreptiles cold blooded. حلوة قوي. الحاجة التانية نشوف عندهم كام رجل، بيبقى عندهم كام رجل، 2 legs ولا 4 legs، الحاجة اللي احنا بنتكلم عنها. جسمهم بيتغطى بايه؟ هل بيتغطى بهير فير اور سكيلز كده يعني؟ تمام. نشوف برضو امثلة ليهم، نشوفهم مين اللي من النوع ده. البشر من الثدييات، ويلز من الثدييات، سيلز من الثدييات اللي هي الميمولز. لكن هنا في ريبتايلز ادينا امثلة بمين؟ بي تيرتلز، السلاحف. تمام. وقلنا ان معظمهم عنده فور ليجز اكسبت سنيكس، ما عدا التعابين. دي دون هاف اني، ما عندهمش اي ارجل. ونقول هم بيعيشوا فين بقى؟ they live on land، بيعيشوا على اليابسه. but some live in rivers or seas. نروح ل the third type، او النوع الثالث. the third type is amphibians. amphibians اللي هي مين؟ البرمائيات. من اسمها واضح كده انها بتعيش على البر وبتعيش في الماء. amphibians can live on land and on water، او اللي بتعيش على اليابسة وبتعيش في الماء. but they need water or a moist habitat to survive. الجملة دي مهمة قوي عن الامفيبيانز، ان هم بيحتاجوا المية او
جو رطب أو بيئة رطبة يعيشوا فيها. يبقى they need water or a moist. لازم بتيجي في الأسئلة دي. أو بيقول لي they need water or a moist habitat to survive. بيحتاجوا بيئة فيها مية أو بيئة رطبة عشان يفضلوا عايشين. Like reptiles, مثل الزواحف, they are cold-blooded. هما من ذوات الدم البارد. ده معناه إيه؟ They need the sun أو they need to spend time in the sun to keep warm. برافو عليك. They need to spend time in the sun to stay warm. بيحتاجوا إن هما يقضوا وقت في الشمس to stay warm علشان يفضل جسمهم دافي. قال لي كمان they lay eggs. بيضعوا البيض, مش بي ايه مش بيلدوا. they don't give birth. However, ومع ذلك amphibians like frogs and toads always lay their eggs in water. في بعض البرمائيات الامفيبيانز دول زي الضفادع وضفادع الطين, they lay their eggs in water. بيضعوا البيض بتاعهم جوه المية. They have smooth skin, not scales. دول ما عندهمش حراشف, ما عندهمش hair, ما عندهمش fur. امال عندهم ايه؟ smooth skin, يعني عندهم جلد ناعم. They can take in oxygen. بيتنفسوا الاكسجين through their skin. عن طريق ايه؟ عن طريق الجلد الناعم بتاعهم ده. And their lungs, والرئتين. يبقى دول مين؟ amphibians. قلنا عنهم برضو معلومات نراجعها تاني مع بعض. amphibians بيعيشوا فين؟ Where do they live? They live on land and on water. طيب what do they need to survive? محتاجين ايه عشان يفضلوا عايشين؟ They need water or a moist habitat. بيحتاجوا مية أو بيئة رطبة. قلنا they are cold blooded, من ذوات الدم البارد. وقلنا ده معناه ايه؟ they need to spend time in the sun to stay warm. they lay eggs, بيضعوا البيض. they don't give birth, مش بيلدوا. however, مع ذلك amphibians like frogs and toads always lay their eggs in water. بيلدوا sorry بيضعوا البيض جوه المية زي الضفادع. They have smooth skin, not scales. عندهم جلد ناعم. They can take in oxygen or they can breathe in oxygen through their smooth skin. عن طريق الجلد الناعم ده بيتنفسوا, وكمان عن طريق their lungs, الرئتين. نروح لي the fourth type of vertebrates, النوع الرابع من الفقاريات اللي هو فيش الأسماك. طيب هنا شباب هسألكم سؤال. هو بيقول fish live in water. fish هنا singular ولا plural, مفرد ولا جمع؟ جمع. برافو عليكم. ليه؟ اولا علشان ما فيهاش لو مفرد لازم نقول a fish. ثانيا لو كانت مفرد كنا هنقول lives, كنا هنقول ايه lives. لكن هنا جمع, نقول fish live in water, الاسماك تعيش في الماء. and taking oxygen through their gills, بياخدوا الاكسجين يتنفسوه عن طريق ايه؟ gills اللي هي الخياشيم, عارفينها؟ اهو السمكه بتبقى عندها gills, خياشيم دي بتتنفس منها. they can breathe air. قال لي ايه؟ fish live in water, بيعيشوا في المايه. they take in oxygen through their gills, الخياشيم دي بيتنفسوا بيها. they can't breathe air, مش بيقدروا يتنفسوا هوا. they are cold blooded, ها they are cold blooded, يعني من ذوات الدم البارد. they معناها ايه cold blooded؟ قلنا معناها they need to spend time in the sun to stay warm. and they lay eggs, بيضعوا البيض. they don't give birth to their babies, مش بيلدوا. they also have scales, هم كمان عندهم حراشف او قشور زي مين؟ amphibians اللي هي الايه البرمائيات. هي كمان كان عندها ايه ولا مين اللي كان عندهم سكيلز؟ كانوا ريبتايلز, الزواحف ريبتايلز, هما اللي كان عندهم سكيلز, صح؟ ريبتايلز زي سنيك, زي التعبان, تلاقي جسمه متغطى بالايه سكيلز اللي هي القشور او الايه الحراشف. they use fins to move. how do they move? بيتحركوا ازاي الاسماك؟ through their fins, عن طريق
زعانف بتساعدهم to move ان هم يتحركوا. جوه المياه زي ما انت مش بتشوف السمكه بتمشي ازاي، ايه اللي بيساعدها على الحركه؟ قلنا ايه؟ فينز اللي هي الزعانف بتاعتها. There are thousands of different types of fish in all water habitats. في آلاف الأنواع المختلفة من الأسماك في البيئات المائية. زي إيه؟ زي salt water اللي هي المية المالحة، مية سي وأوشن مية البحر والمحيط، fresh water المية العذبة زي lakes مية البحيرات rivers الأنهار، and wetlands وبيعيشوا كمان فين؟ في wetlands اللي هي الأراضي الرطبة. هو لو طلب مني أكتب عن fish هقول له إيه؟ هقول له fish live in water بيعيشوا في الماء. They take in oxygen through their gills. بيتنفسوا الأكسجين عن طريق إيه؟ their gills اللي هي الخياشيم بتاعتهم. طب they are cold blooded ولا warm blooded؟ They are cold blooded. هما من ذوات الدم البارد. معناها this means they need to spend time in the sun to stay warm. طب they give birth ولا they lay eggs؟ They lay eggs. They also have scales. جسمهم عليه قشور. And they move using their fins. بيتحركوا باستخدام ايه؟ fins اللي هي الزعانف. There are thousands of different types of fish in all water habitats. وعندنا آلاف الأنواع المختلفة من الأسماك في بيئات مختلفة من الماء زي salt water و fresh water و wetlands. The last type of vertebrates آخر نوع من الفقاريات هو مين؟ birds الطيور. Birds are warm-blooded. الطيور دي من إيه؟ من ذوات الدم الحار. They don't need to spend time in the sun to stay warm. مش محتاجين يقضوا وقت في الشمس علشان يستمدوا منها حرارة لجسمهم ودفء. They don't have fur or hair. دول بقى ولا عندهم fur فرو ولا عندهم hair شعر. هم عندهم ايه؟ عندهم feathers ريش. All birds have feathers and they all have wings. وكل الطيور كمان عندها wings اللي هي الأجنحة. Birds lay eggs بيضعوا البيض which are hard والبيض ده بيبقى ناشف صلب. Most birds can fly. معظمهم بيقدر يطير. But some can't. في بعض الطيور ما بتقدرش تطير زي ايه؟ Ostrich النعامة ما بتطيرش. Although it's a bird على الرغم انها طائر. They have beaks وكلهم عندهم مناقير which are made of bone. المناقير دي بتبقى متكونة من ايه؟ من العظم. Their beaks are different shapes. Why are the birds beaks different shapes؟ ليه المناقير بتاعت الطيور بتبقى different shapes او اشكال مختلفة؟ Because they eat different food. لانهم بيأكلوا اكل مختلف. ربنا سبحانه وتعالى خلقهم. مثلا في طائر بيأكل worms اللي هي الدود فبيحتاج شكل معين للمنقار. في طائر بيحتاج منقاره يكون طويل عشان الاكل بتاعه مثلا بيحتاج انه يغرز منقاره كده في حتة بعيدة يقتل بيها. فربنا سبحانه وتعالى خلق كل طائر المنقار بتاعه على حسب الاكل اللي هو بيأكله. Some birds eat meat. بعض الايه؟ الطيور بتاكل لحمة. Some eat nuts. بعضهم بيأكل بندق ومكسرات. And some eat seeds. وبعضهم بيأكل البذور. يبقى دي birds. خدنا كم type كده of vertebrates؟ Five types أو five different types of vertebrates. اللي هم نفتكرهم مع بعض كده شباب. أول حد كان مين؟ mammals الثدييات. Mammals الثدييات. The second type is reptiles الزواحف. Reptiles الزواحف. مين number three؟ amphibians البرمائيات. Number four fish الأسماك. Number five birds الطيور. طيب أنا هرجع أحل معاكم شوية في دول بس هدي كلمات الدرس الثاني كمان. enormous يعني huge. خدنا huge احنا في connect. enormous يعني ايه؟ huge يعني very very big. okay. tiny
This is the opposite of enormous. Enormous وhuge يعني ضخم. The opposite بتاعهم إيه؟ Tiny, صغير جدا. The blue whale. The blue whale is the biggest animal, sea animal in the world. أكبر حيوان بحري في العالم هو مين؟ هو blue whale. تعالوا نشوف شكله كده. The blue whale. It is the biggest sea animal or marine animal in the world. هو أكبر حيوان بحري في العالم. The blue whale. Okay. Whale shark. Whale shark. هنشوف مع بعض whale shark. Whale shark. شكله جميل أو ال whale shark كده. Oh, the whale shark. هو مستر كده. Whale shark. بصي أمره. Whale shark. Whale shark. شكله كيوت. بس لو وقعت له هي. طيب يلا نكمل. عندنا whale shark. Earth. Earth اللي هو كوكب الأرض. Natural world. Natural world. African elephant. Asian elephant. Asian elephant. Asian elephant اللي هو الفيل الأسيوي. Ostrich. النعامة. Leopard. Leopard. الفهد. Scientist. الحق الحرباية بقى. خلي بالك من نطقها. Chameleon. Chameleon. نطقها غريب شوية عن كتابتها. Chameleon. 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 ها. Chameleon. 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 Bee hummingbird. Bee hummingbird. المرة الجاية في الدرس يعني احفظوا بس الكلمات, والمرة الجاية هوريكم كل الحاجات دي صورها وهنتكلم عنها كلام مهم. Bee hummingbird. It is the smallest bird in the world. ده أصغر طائر في العالم. صغنن قوي كده وشكله جميل. هبقى أوريه لكم. Bee hummingbird. Discover. Cuba. Madagascar. 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 بص يا اسماء ايه بالعربي؟ مدغشقر. بتتنطق شبهها في الانجليش شوية. Madagascar. 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 عندي بقى Papua New Guinea. Papua New Guinea. Papua دي مدينة في غينيا. Papua New Guinea. Cheetah. الفهد الصياد. It is the fastest animal in the world. أسرع حيوان في العالم. Cheetah. Quiet. Quiet means calm. اكتب لي جنبها calm. هادئ. Quiet means calm. Rainforests. Rainforests. Frog. أناكوندا. هنشوفها المرة الجاية دي صورتها. الأناكوندا التعبان الكبير قوي ده. أناكوندا. Size. Strong. Strong. Sloth. حيوان الكسلان ده حيوان عمر خالص والله ما مش عارف سموه الكسلان ليه. هنشوفه برضو المرة الجاية. Sloth. Sloth. Howler monkey. Howler monkey اللي هو القرد العواء. سموه كده لان صوته غبي او بيقعد كل شوية كده. فسموه ايه؟ القرد العواء. Howler monkey. هنشوف برضو كل الحاجات دي صور وحاجات ليها المرة الجاية. نحفظ بس الكلمات المرات. عندي بقى narwhal. 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 Narwhal ده اللي هو لطخ البحر او كركدان البحر. اسمه كركدان البحر وغبي كده او الحوت ذو الناب. Narwhal. Narwhal. بيبصوا هوريكم صورته المرة الجاية. عارف بيبقى عامل ازاي؟ بيبقى ليه سن طويل كده. انا شفته اول مرة في توم اند جيري. بس بعد كده دورت عليه يعني وشفت شكله جميل قوي. بيبقى ليه لونج. نارول او الحوت ذو الناب. كل الحاجات دي ان شاء الله نشوفها المرة الجاية بصورها واشكالها ونعرف نتكلم عنها. It can be up to 30 meters long. At just 30 millimeter long. Extremely strong. The same size on earth
at about 12 meters long. وطبعا هنحل الاكسرسايزز بتاعت الدرس اللي فات وهرجعها معاك في بداية الدرس اللي جاي ان شاء الله, وناخد الدرس الجميل ده المرة الجاي. Our session has come to the end, and when we finish we always say goodbye, love you.